صباح الخير يا سنة تانية، يا رب تكون بخير. النهاردة هنستكمل محاضراتنا في تاريخ مصر البطلمية عن واحد من أهم الملوك اللي حصلت في عهده أحداث كتير جدا، وهو بطولمي the sixth فيلوميتر و ruled from 180 BC to 145 BC. نرجع كده ورا شوية في عهد والده بطليموس الخامس. احنا قلنا قبل كده ان بطليموس الخامس تزوج من كليوباترا الاولى، وقلنا قبل كده ان كليوباترا الاولى هي كانت اميرة سورية، هي كانت ابنة الملك السوري انتيوخوس الثالث، وقلنا قبل كده ان هو كان زواج سياسي ليعني توطيد العلاقة ما بين الطرفين اللي كان دايما ما بينهم يعني حروب، فكان أحد الوسائل الدبلوماسية لكل مملكة عشان تحافظ على ممتلكاتها كان الزواج أو النسب. فعشان كده بطليموس الخامس تزوج من كليوباترا الأولى وأنجب منها بطليموس السادس فيلوميتر، وده كانت ابن الأكبر، بطليموس الثامن إيريكيتس الثاني، وكليوباترا الثانية. وقلنا ان هو بعد موت بطليموس الخامس تولى العرش بطليموس السادس، وكان فقط 6 سنين، وتولى العرش مع كليوباترا الاولى والدته التي اصبحت هي الوصيه على العرش، وفي نفس ذات الوقت كانت هي يعني بمثابه حاكم مشترك مع ابنها الطفل الصغير بطليموس السادس. وبعض ظهرت بعض الكوينز او العملات في مصر وهي تحمل اسمها. دي كان اول ظهور لبطليموس الخامس على الحياه السياسيه في مصر. يبقى after the death of Ptolemy the fifth his son Ptolemy the sixth get access to the throne، يعني تولى العرش. He was only 6 years old and his mother Cleopatra the first became his guardian. What is the meaning of guardian؟ الوصية. And co-regent، المشاركة له على الحكم. Coins were minted bearing her name. بعد كده ايه اللي حصل؟ كليوباترا the first اللي هي الأم كليوباترا the first died in 176 BC and two important characters began to be the guardian of the king. بعد موت كليوباترا الأولى وقبليها زوجها بطليموس الخامس، أصبح بطليموس السادس الطفل دوت في مهب الريح. فعلشان كده ظهرت على الخريطة السياسية لمصر اتنين أو شخصيتين هيصبحوا بعد كده الأوصياء على الملك الصغير. مين هما؟ أول حاجة واحد اسمه ليناوس، وليناوس دوت كان أحد يعني كان يقال إن هو سوري الأصل، وكان في الأصل سليف أو عبد. وواحد تاني اسمه ذا ايستن اولايوس، برضو يقال ان هو جاي من بلاد الشرق او منطقة الشرق وكان اسمه اولايوس، والحقيقة اولايوس كان اكثر قوة وسيطرة من لينايوس، وعلشان كده اصبح اولايوس دوت هو يعني الوصي بشكل رسمي او اكثر نفوذا من لينايوس. يبقى after the death of Cleopatra the first was the mother of Ptolemy the sixth and also she was the wife of Ptolemy the fifth. She died in 176 BC. Therefore, the authority of the small child of the small king Ptolemy the sixth was in danger. Two important characters arose in the political theater in Egypt and they became the guardians of the king. يعني ايه the guardians؟ يعني اوصياء على الحكم. The first one is called Linnaeus. And who is Linnaeus? He was a former, يعني سابق, a former Syrian slave. وقال ان هو كان عبد من اصل سوري. And his name was sometimes mentioned on the coins. The other one is called Olaius. And Elias was higher in rank than Linnaeus. And therefore he was more powerful. He became the main counselor of the young king Ptolemy the sixth. وعشان كده هو اللي أصبح الوصي بشكل أكثر قوة على الطفل أو الملك الصغير. Both Linnaeus and Olaius tried to strengthen the authority of the king
and to strengthen their own position. يعني ايه الكلام ده؟ هما كانوا بيحاولوا يوطدوا من وظيفة او يوطدوا من حكم هذا الطفل الصغير. هل هو حبا في الطفل الصغير نفسه اللي هو الملك بطليموس السادس؟ لا طبعا، هما كانوا بيحاولوا ان هو يوطدوا ملكه، علشان في نفس ذات الوقت يوطدوا هم سلطتهم ووظيفتهم كأوصياء على العرش او كأوصياء على الملك. فلو ما فيش ملك مش هيبقى في وصي، فبالتالي هما كانوا شايفين ان وجود الملك بطليموس السادس ولو حتى بشكل صوري يعتبر ضامن ليهم أو وجودهم على وصاية على العرش الملك. They gave Ptolemy the fifth the title God and gave Princess Cleopatra the second the title Queen. علشان يوصلوا للغرض بتاعهم ان هو توطيد اركان الملك البطلمي، عملوا بعض الوسائل او الاجراءات. اولها they gave Ptolemy the fifth the title God and gave Princess Cleopatra the second the title Queen. أعطوا بطليموس السادس لقب الملك، وأعطوا كليوباترا الثانية لقب الملكة أو الإله والإلهة. برضو أعطوا بطليموس السادس entitled as Philometor which means beloved of his mother، المحب لوالدته. In 175 BC the marriage of the two siblings، في 175 قبل الميلاد حصل زواج ما بين بطليموس السادس وأخته كليوباترا الثانية، and it was celebrated in 175 BC. يعني there were many procedures or steps that were followed by both Linnaeus and Elias in order to strengthen the authority of the king، من أجل تدعيم قوة الملك. The small child Ptolemy the sixth. The first thing he was given the title God, and Cleopatra the second was given the title goddess. This is the first thing. The second thing he was also titled Philometor, beloved of his mother. They also arranged the marriage between Ptolemy the sixth and his sister Cleopatra the second. They announced Ptolemy the fifth, Cleopatra the second, and Ptolemy the eighth as co-regents in 170 BC. كان نوع من أنواع الدعاية السياسية، تم يعني إن هم أعلنوا عن إن كل من بطليموس السادس، بطليموس الثامن، وكيلوباترا الثانية هم هم يعتبروا مشاركين لبعضهم البعض أو مشتركين في حكم مصر. ثلاث أطفال دول هم ملوك مصر. In 170 BC, the two guardians, Linnaeus and Ulaeus, made a type of political propaganda. عملوا كنوع من أنواع الدعاية السياسية. And announced, يعني إيه announced؟ يعني أعلنوا the three siblings as co-regents. إن هم مشتركين على عرش مصر. Ptolemy the sixth, Philometor, the beloved of his mother. Cleopatra the second, who was his sister and also his wife. And finally, the young Ptolemy the eighth was named after that irrigated the second. طيب لو هنتكلم عن ال external policy of the reign during the reign of Ptolemy the sixth، لو هنتكلم عن السياسة الخارجية لمصر، لازم نرجع لشجرة النسب اللي حصل أو الزواج اللي حصل ما بين الملك البطلمي أو البيت البطلمي والبيت بتاع السوري. هنرجع تاني هنقول ان بطليموس الخامس ابيفانس تزوج من كليوباترا الاولى، وزي ما قلنا كليوباترا الاولى هي كانت الاميره السوريه وابنه انتيوخس الثالث. هي كان لها اخين، اول واحد اسمه سيليوكس الرابع وتاني واحد اسمه انتيوخس الرابع. في البدايه وان احنا قلنا ان بطليمي ذا فيفث وكليوباترا الاولى انجبوا ثلاث اولاد، زي ما قلنا بطليموس السادس، كليوباترا الثانية الشقيقة والزوجة بعد ذلك لبطليموس السادس، والشقيق الأصغر ليهم اللي هو بطليموس الثامن. طيب كليوباترا كان لها أخين، بعد كده هما اللي خلفوا أبيهم أنتيوخوس الثالث على العرش. أول واحد اسمه سليوكس الرابع وتاني واحد اسمه أنتيوخوس الرابع. الحقيقة في البداية، في بداية بعد ما وفاة بطليموس الخامس، كيلوباترا الأولى قدرت إن هي إلى حد ما تحافظ على العلاقات الودية بين البيت البطلمي والبيت السلجوقي، نتيجة إن هي أساسا أميرة سورية. فبالتالي هي قدرت تقنع سليوكس الرابع إن هو يعني ما يغزوش مصر وما يتعداش على الممتلكات البطلمية.
دي أول حاجة. يبقى after the death of Ptolemy the fifth, his son Ptolemy the sixth got access to the throne, and Cleopatra the first played a very important role in the political life in Egypt. She was successful in keeping friendly relations with the Seleucids. She could prevent her brother Seleucus the fourth, this one who got access to the throne after the death of Antiochus the third. She succeeded in persuading, يعني in persuading, إقناع. She succeeded, Cleopatra the first succeeded in persuading the new king, her brother Seleucus the fourth, from preparing any wars against the Ptolemies. قدرت تمنع أخوها وأقنعت أخوها بالإبقاء على العلاقات الودية السلمية ما بين كل من البيت البطلمي من ناحية و the Seleucids من ناحية أخرى. بعد كده إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو 175 قبل الميلاد أصبح اللي هو الملك الجديد اللي هو أنتيوخس الرابع. فبالتالي أنتيوخس الرابع كان كل هو عبارة عن أخو الملكة الأم اللي هو كليوباترا الأولى، وهو يعتبر عم الثلاث حكام لمصر اللي هو بطلميوس السادس، كليوباترا الثانية، بطلميوس الثامن. فبالتالي العم الملك السلجوق الجديد أنتيوخس الرابع كان شايف ان ملك مصر في ايد يعني اطفال صغيرين، ثلاث اطفال مشتركين على الحكم، فاكيد بالمنطق هو هيفكر ان هو يغزو مصر ويضم مصر للامبراطوريه او المملكه بتاعته. In 175 BC, the new Seleucid king Antiochus the fourth could get access to the throne. He was the brother of both. مين بقى؟ He was the brother of both Cleopatra the first and also Seleucus the fourth. He was the uncle of both. مين بقى؟ He was the uncle of Ptolemy the sixth, Philometor, Cleopatra the third, the second, and also Ptolemy the eighth, Ergetes the second. Alexander Antiochus the fourth took the opportunity of having a great festival in Alexandria and sent a diplomatic envoy to Alexandria who is called Apollonius. هو الحقيقة انتهز فرصة وجود احتفال يقال ان هو احتفال، ما احتفال قد يكون ديني او ملكي وتفر في اسكندرية، وارسل يعني مبعوث دبلوماسي لاسكندرية كان الغرض منه يعني هو الاستطلاع الاجواء في البلاط البطلمي، او الملك البطلمي. The main reason behind this first visit was to investigate. يعني ايه investigate؟ To investigate the political status of the political court of the Ptolemaic court. تمام. زي ما قلنا هو Antiochus the eighth the fourth got access to the throne. He was the brother of Seleucus the fourth, Cleopatra the first. He was also the uncle of Ptolemy the sixth, his wife and sister Cleopatra the second, and also Ptolemy the eighth. هو عم كل من الثلاثة دول، وهو أخو الشقيق لكليوباترا الأولى وسيليوكي the fourth. Antiochus took the opportunity of having a great festival in Alexandria. يعني تحين فرصة وجود احتفال في اسكندرية. And sent a diplomatic envoy to Alexandria. مين المبعوث اللي ظهر في اسكندرية؟ هو أبولونيس. What was the main reason behind this visit? As we said before, to investigate. يعني investigate يعني أشوف كده أشمشم على الأخبار أو أستطلع أحوال البلاط البطلمي. The political status of the Ptolemaic court. طيب. In 173 BC, Antiochus the fourth sent Apollonius to Rome. بدأ برضو إن هو أرسل نفس المبعوث لروما، القوة السياسية إيه الظاهرة. With probably a great sum of money. ايه هو قصة الـ sum of money؟ جاي رايح بفلوس كتير جدا ليه لروما؟ نتيجة ان والد بطلمي انتيوخس الرابع اللي هو انتيوخس الثالث كان عهد معاهدة سلام كده، او يعني اتفاق ما بينهم وما بين روما، اسمه Treaty of Apamia. It's a peace treaty of Apamia in 188 BC. كان من ضمن شروطها ان اولا البيت السلجوقي او البيت السوري لا يستخدم الافيال مرة اخرى في الحروب، دي احد مثلا شروط معاهدة السلام. رقم اثنين ان لازم ان لازم انتيوخس او السلوكيت كينج
should pay a great sum of money in indemnities, يعني تعويضات لروما. يعني دي كانت برضو أحد الشروط معاهدة السلام اللي حصلت. طيب، هل كان من المطلوب قوي إن يحصل مبعوث من أنتيوخس لروما بالفلوس أو المبلغ؟ لا، هو ده كان السبب الظاهري إن هو يروح يدفع التعويضات المطلوبة منهم، لكن السبب الرئيسي إن هو دايما كان عايز أو بيحاول يحافظ على علاقة طيبة ما بين السلفيد كينج from one side and the Roman side، علشان يقدر يسند على روما أو يستخدم روما كوسيلة كده آمنة علشان يقدر يغزو البيت الوطن. تمام، يبقى in 173 BC Antiochus IV sent Apollonius, the same diplomatic envoy who was in Alexandria. He was sent to Rome with a probably a great sum of money. مع مبلغ ضخم. What was the main reason of this money? To pay indemnities. What are the indemnities? تعويضات. According to the treaty, the peace treaty of Apamea. Apamea على فكرة هي مدينة سورية. Which was conducted, التي عقدت in 188 BC between the Seleucid king and Rome. The Seleucid king or the Seleucid court should pay indemnities, لازم يدفعوا تعويضات to Rome, and they should not use any type of elephants in their battlefield. خلاص. What was the main reason behind this? This was what was said or what was claimed, that the main reason behind this visit was to send the sum of money. But mainly Antiochus III wanted to make a peaceful relationships with Rome in order to have good relations with Rome, supporting him in order to support him in his future plans to set a war against the Ptolemies, علشان يسندوه بعد كده في حربه ضد البطالمة. طيب، أنتيوخس عمل حاجة تالتة. Preparing for his war against Ptolemy the sixth, Antiochus the fourth set troops along the borders of Syria and Palestine. علشان برضو يقدر ان هو يستعد للحرب اللي هو بيخطط لها، هو حشد جنوده على طول الحدود ما بين سوريا وفلسطين. طيب، يبقى معنى كده ان كان في بعض الخطوات التي تم اتخاذها من قبل أنتيوخس الرابع لشن الحرب على الملك البطلمي. ما هي هذه الخطوات؟ اول حاجة، What were the preparations of Antiochus the fourth to set war against Egypt؟ ايه هي الخطوات، التحضيرات التي تمت من قبل أنتيوخس الرابع؟ اول حاجة، sending Apollonius to Alexandria to investigate the political status of the Ptolemaic court. ان احنا ان هو بعت Apollonius لإسكندرية علشان يستكشف الامر، يشوف الدنيا ماشية ازاي في البيت البطلمي. Sending Apollonius to Rome to pay indemnities. هو بيدفع التعويضات، بس الاهم من كده to keep good relations with Rome. ليه to keep good relations with Rome? Because Rome was the rising power، هي القوة الصاعدة، and they could also being a supportive side for Antiochus against his in his war against the Ptolemies. The third thing, the third preparation that Antiochus the fourth did was setting his troops along the borders of Syria and Palestine. حاجة الحشود وتجهيز العدة العسكرية على طول الحدود ما بين مصر وسوريا وفلسطين. The sixth Syrian war حصلت أو استمرت في الفترة ما بين 180 BC to 168 BC. The Egyptian army marched against Syria and was defeated by the Seleucid army that was better prepared. طبعا الجيش المصري بدأ يعد العدة ويتجه إلى سوريا، ولكن طبعا هو انهزم نتيجة عدم وجود تحضيرات كافية. Antiochus the fourth used both his navy and elephants, his navy battle or his navy power and elephants. هو استخدم الأسطول واستخدم الأفيال in his battle against the Ptolemies, and he controlled over the fortress of Pelusium. أنتيوخس قدر إن هو يستولي أو يسيطر على حصن بلوزيون اللي هي تعتبر المدخل الشرقي لمصر. Antiochus the fourth could also control over large area of lower Egypt. مش بس كده، ده يعتبر سيطر على أجزاء كبيرة جدا من مصر الوسط السفلى اللي هي الجزء بتاع شمال مصر. And he was on his way to the capital Alexandria. هو كان خلاص قرب إن هو إيه يصل لإسكندرية.
the unexperienced، الشخص الغير اللي هو ملوش خبرة وكان لسه طفل صغير. Ptolemy the sixth went to his uncle Antiochus the fourth who was camping in his tent outside Alexandria for negotiations. الملك الطفل الصغير بطليموس السادس ذهب لعمه أنتيوخس الرابع اللي هو كان موجود في كامبينج أو كان مرابط بره اسكندرية علشان يتفاوض معاه. طبعا أنتيوخس أفرض نفسه كوصي على أو بروتكتر أو حامي للملك البطلميط علشان يقدر يسيطر على ملك مصر. الأهل اسكندرية طبعا غضبوا لهذا الإعلان غضبا شديدا، وأعلنوا إن أخو الملك بطليموس السادس ألا وهو بطليموس الثاني هو اللي هيصبح الملك الجديد. يبقى ده unexperienced Ptolemy the sixth went to his uncle، ذهب لعمه Antiochus the fourth who was camping، كان موجود أو مرابط in his tent في خيمته outside Alexandria. ليه ذهب له؟ for negotiation، علشان للتفاوض. but Antiochus the cunning man، الشخص الماكر جدا، announced، يعني ايه announced؟ أعلن announced himself to be the protector of Ptolemy the sixth. on the other hand، on the other side، the Alexandrians refused this annunciation. هم طبعا رفضوا this proclamation and they announced the king's younger brother. أعلنوا الملك الأخ الأصغر الشقيق الأصغر لبطليموس السادس ألا وهو بطليموس الثامن to be their new king in Alexandria. يبقى كده بطليموس الرابع قدر بشكل ما يضم بطليموس السادس بره اسكندرية، وجوه اسكندرية أهل اسكندرية كانوا supporting مين؟ بطليموس الثامن. The Ptolemaic court sent an embassy to Rome. الحقيقة البيت البطلمي أبعت على طول، جروا على مين؟ جروا على روما علشان يقولوا له الحق، ده في حصل تدخل من الملك السوري. بس طبعا روما في هذه الفترة في هذا الوقت بالذات ما تدخلتش. طيب القدر هو اللي تدخل ان النايل فلود، فيضان النيل، سبب أضرار بالغة للقوة أو العدة العسكرية لأنتيوخوس الرابع، بالإضافة للتنظيم العالي جدا والتحصين العالي جدا للعاصمة الإسكندرية، مما جعل أنتيوخس ياخد قرار بالعودة أو يعني إن هو بينسحب مرة أخرى إلى سوريا. وحصل هذا الانسحاب يقال إن هو في 169 قبل الميلاد. يبقى ده بتولوماي كورت sent an embassy to Rome seeking for its intervention، يعني كانوا بيطلبوا التدخل but with no results، بس بلا فائدة وبلا أسباب. Meanwhile في هذه الفترة the Nile flood caused difficulties. النايل فلود، فيضان النيل، أظهر أو عمل بعض الصعوبات for the any military activities for Antiochus the fourth، لأي تجهيزات عسكرية لأنتيوخوس الرابع. The defense of Alexandria was perfectly organized. يعني إيه؟ The defense of Alexandria، دفاع اسكندرية، الخط الدفاعي لاسكندرية was perfectly organized، يعني كان مشيد أو كان منظم بشكل هايل جدا. Therefore Antiochus the fourth had to withdraw. يعني ايه؟ اضطر ان هو ينسحب to Syria again in 169 BC. طيب ايه اللي حصل؟ هل انتيوخس تقهقر تماما؟ لا، هو طبعا ساب اجزاء من جنوده، ساب ناس محاصرة قلعة بيلوزيون اللي هي بتقع، هي المفتاح الشرقي لمصر قرب منطقة السويس حاليا. ساب واحد من اشهر من اهم قواده برضو موجودين في مصر ك ريبريزنتيف ليه، كممثل عن البيت السلجوقي او البيت السوري. وطبعا هو ساب بطليموس السادس، وطبعا كان بيطمع ان بطليموس السادس يفضل موالي ليه او بيفضل تحت سيطرته، لكن طبعا انتيوخس الرابع مشى من هنا. بطليموس السادس رجع اسكندريه واعلن ان هو يعني ان هو مع اخواته، ان هو هيحكم مع اخواته زي ما كان في الاول كثلاثه حكام على إيه؟ على عرش مصر. Antiochus the fourth left Ptolemy the sixth in Memphis، سابه في ممفيس. His troops continued to besiege Pelusium. His troops يعني القوات بتاعته استمرت في محاصرة Pelusium because Pelusium was a very important place considered to be the eastern gate of Egypt. Antiochus the fourth also left one of his men to be the governor in Egypt. هو خلاص اعتبر مصر دي تحت سيطرته فساب واحد من الحكام لإدارة شؤون مصر.
against the hope of Antiochus the Fourth, على عكس ما كان يتمنى Antiochus the Fourth, Ptolemy the Sixth went back to Alexandria, هو رجع تاني اسكندرية, and ruled again with his brother Ptolemy the Eighth and his sister Ptolemy Cleopatra the Second as co-regents, كحكام أو ملوك ثلاثة على عرش مصر. طيب هل أنتيوخوس هيسكت؟ لا، هو الحقيقة فضل قعد فترة كده ساكت شوية في سوريا، وبعدين راح رجع لنا تاني خلاص، وحاول ان هو يصل اسكندرية. هنا بقى روما تدخلت خلاص، الرومان امبسي او الرومان سينات، ويعني ايه، بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى بقيادة واحد مهم جدا 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 اسمه جايوس بوبيليوس لاينس. اسمه ايه؟ جايوس بوبيليوس لاينس خلاص. هو جاء مخصوص لمقابلة أنتيوخس، وأنتيوخس كان موجود في حتة اسمها إليسيوس، وإليسيوس دي كانت one of the suburbs of Alexandria، اللي هي أحد ضواحي اسكندرية، كانت موجودة كده ضاحية من الضواحي حوالين مدينة اسكندرية. جايوس بوبيليوس لاينس دوت طبعا هو أولا يعني رفض إن هو يسلم على أنتيوخس، وكلمه بشكل ناشف جدا وبشكل أوامر، امشي وسيب مصر. وعمل حاجة شهيرة جدا جدا جدا، كتير جدا من الأدباء والفنانين صوروها. كان في كده ايه، ادي مشهد اللقاء ما بين جايوس بوبيليوس لاينس وأنتيوخوس الرابع، وقال واتقال ان هو عمل دايرة حوالين أنتيوخوس، وقال له يعني ايه، يعني يا ريت كده بالمحسوس تمشي من الايه، من مصر. هو عمل الدايره دي حواليه عشان يحسسه ان هو محاصره، وان هو يعني تحت الحصار، وان هو يعني ان روما حاطه عينيها على الراجل دوت بالذات. والموقف دوت ما بين الطرفين دوت ذكر كتير جدا في الادب، وتم تمثيله زي ما قلت لكم حتى في الفن وكده. وفعلا انتيوخوس استجاب، او ما كانش ينفع ان هو ما يحسش بتهديد روما، ما يحسش ان هو خلاص كده تحت التهديد، ففعلا ساب مصر وانسحب بقواته كلها لمصر. تمام. يبقى انتيوخوس approached Alexandria for the second time, a Roman embassy, يعني بعثة دبلوماسية رومانية was led by Gaius Popilius Laenas and was sent to Egypt to meet Antiochus the Fourth, where they were met at Eleusis. Where is Eleusis? It's a small suburb. Suburb يعني أحد ضواحي. Suburbs of A near Alexandria. Gaius Popilius Laenas refused to greet Antiochus and directly ordered him, هو أمره بشكل مباشر to stop the war and withdraw from Egypt, إن هو يمشي ويسيب مصر. He even drew a circle around Antiochus while he was talking to him in order to aid to treat him and to aid to reflect the power of Rome against the Seleucid court. And the line in the sand was a source of inspiration. يعني إيه inspiration؟ كانت مصدر إلهام for literature, the Roman literature and art after that. طيب دي كانت السياسة الخارجية. السياسة الداخلية، إيه اللي حصل في مصر في عصر بطليموس السادس؟ كان في ثلاث حاجات رئيسية حصلت: revolution، ثورات، حصلت ثورات طبعا بالتأكيد ما دام مفيش استقرار، وما دام في أطفال بيحكموا على عرش مصر فبالطبع في اكيد ثورات حصلت. compulsory cultivation، الزراعه الاجباريه، ده حصل نوع من انواع الزراعه الاجباريه. the struggle، الصراع الدائر ما بين بطليموس السادس وبطليموس الثامن على عرش مصر. هناخدهم كده واحده واحده. اول حاجه الريفولوشنز في 165 قبل الميلاد، حصل ان في واحد كده يقال ان هو من اصل مصري اسمه ديونوسوس بيتوسارابس. ديونوسوس بيتوسارابس دوت حاول ان هو يزود الفرقه او الجفوه ما بين الاخين الملكين من اجل مصلحته الشخصيه، لكن انكشفت العيبه وتم طرده من اسكندريه وراح منطقه اليسيوس. هناك ديونوسوس بيتوسارابس قدر يجمع بعض الاعوان والناس اللي هي ممكن تبقى معاه، وعملوا ثوره، ويقال ان هم اتباعه وصلوا ل 4000 سوليدر، بس في الاخر هم تم قمعهم من خلال الرومان تروبس. يعني الثوره بتاعت اسكندريه دي فشلت. In 165 BC the Egyptians Dionysus Petosarapis, a person called Dionysus Petosarapis, tried to strengthen the discord، يزود الفجوة between the two kings. Who are the two kings؟
Ptolemy the sixth and Ptolemy the eighth for his own sake, من أجل مصلحته هو الشخصية. Dionysus Pythosorapus failed, فشل, and was exiled, تم نفيه, from Alexandria and fled to Eleusis. برضو راح منطقة إيه؟ Eleusis. Dionysus Pythosorapus could gather the soldiers of Eleusis for revolution. قدر إن هو يجمعهم. The followers, the 4,000 followers of Dionysus Pythosorapus were defeated. دي أول حاجة حصل. In 169 من 169 ل 164 حصل بعد الثورات والقلائل في منطقة الفيوم، ويقال إن كتير جدا من المعابد وبيوت الكهنة تم إحراقها وتم تدميرها في هذه الفترة، ودي كانت برضو أحد أشهر القلائل اللي حصلت في مصر في عصر بطليموس السادس. In 169-164 BC the Egyptians made many uprisings in الفيوم. They destroyed the temples and properties. Temples المعابد والproperties اللي هي ممتلكات الشخصية of the local priests للكهنة اللي هم المحليين. حاجة تالتة، بعد ما تم قمع ثورة ديانوسيس بيتوسيرابيس في أوليسيوس في أحد ضواحي اسكندرية، حصلت ثورة في منطقة اسمها فيبايد واللي هي إقليم الطيبة في منطقة الأقصر، وبرضو تم قمعها. After suppressing the revolution of Dionysus Pythosorapus in Eleusis, which is a suburb nearby Alexandria, other uprisings happened in the Thebaid in Upper Egypt and was defeated also by Ptolemy the Sixth. لو بصينا كده على الخريطة وقلنا لكم what are the main centers of uprisings or revolutions in Egypt during the reign of Ptolemy the Sixth, they were mainly three centers. Here in Eleusis nearby Alexandria, and it was led by the 4,000 followers of Dionysus Pythosorapus, who was probably of an Egyptian origin. And also in Al-Fayyum, different uprisings happened, and different the temples as well as the properties of the local priests were destroyed. And also here in Upper Egypt in Thebaid, there was uprisings, and also they were defeated by the Roman troops. Uprising near Alexandria, uprising in the Fayum, and uprising in Thebaid. Compulsory cultivation, الزراعة الإجبارية. الحقيقة الوضع الزراعي والاقتصادي في مصر وصل لأسوأ مستوياته. الفلاحين كانوا محملين بعدد كبير جدا من الضرائب بكافة أنواعها، فاضطروا بالإضافة إلى استخدام حيواناتهم والمشاة بتاعتهم لنقل البضائع من وإلى المدن والقرى من غير أجر. فبالتالي في كتير منهم سابوا الأراضي الزراعية وراحوا وهربوا في كهاربين وسكنوا المعابد، لأن هو من يعني اللي بيدخل المعبد يعتبر شخص آمن، فمش معقول هم هيقتحموا معابد. فعشان كده كتير جدا من الفلاحين سابوا الأراضي، ويقال إن هم راحوا المعابد. The agricultural and economic status of the country reached to the worst level. وصلت لأسوأ مستوياتها. Peasants were loaded. كانوا محملين with many taxes. Left their villages. Some of them fled and settled in the centuries. يعني وصلوا واستقروا بالمعابد of the temples. The farmers were forced to rent the lands and pay reduced prices. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الحكومة تدخلت وقالت إن هي هتعمل بعض التعديلات. إيه هي التعديلات يا جماعة؟ تعديلات إن إحنا هنأجر القطع الزراعية للأرض ديت للفلاحين مقابل يعني إيه مبلغ بسيط. خلاص، وإن الفلاحين برضو ملزمين إن هم يدفعوا أو إن هم قصدي يوظفوا الماشية الخاصة بيهم لنقل البضائع المختلفة للمدن وحتى مدينة الإسكندرية، علشان بعد كده تم تصديرها لبلاد الرومان. The farmers were forced، تم إجبارهم to rent، إن هم يأجروا the lands and pay reduced prices، إن هم يدفعوا يعني مقابل مبلغ مالي بسيط. Farmers who owned cattle، كانوا عندهم cattle اللي هي ماشية، should let them available، لازم يخلوها متوفرة for the cultivation of the royal lands، للأراضي الملكية. الأراضي الملكية اللي هي الأراضي المملوكة من قبل أفراد من العائلة المالكة. طبعا يعني حصل كتير جدا من الشكاوي، يعني يا جماعه ده ما اعتبرش يعني اصلاح، ده بالعكس ده كده الاصلاح اللي هو حصل في الناحيه الزراعيه ده جه عليهم. فبالتالي يعني الجفرمنت قالت في النهايه طب خلاص احنا هنأجر
الأراضي دي، وهنخلي المزارعين أو الفلاحين يدفعوا كل واحد على حسب مقدرته المالية. ده الحاجة الوحيدة اللي إيه اللي قالوها، يعني إيه علشان الناس تسكت شوية. Complaints arose concerning these regulations، يعني كان في شكاوي ضد هذا الموضوع أو هذه الإصلاحات. The government finally stated that the areas of rented lands، الأراضي المؤجرة، would be estimated، هتم تقديمها أو تقييمها according to the financial ability of each farmer، إن كل واحد بي يعني إيه بيتحدد إيجاره اللي هيدفعه على حسب مقدرته المالية. آخر حاجة، the struggle of Ptolemy the fifth السادس and Ptolemy the eighth on the throne of Egypt. طبعا الصراع دوت حصل ما بين في 164، بدأ الطفلين يكبروا ويشبوا وحصلت الغيرة طبعا ما بينهم. بطليموس السادس راح روما في 164 وقعد هناك تقريبا سنة، قعد هناك سنة بيستدر عطف روما علشان تنصره على ايه على اخوه. 164 بي سي the struggle between the Ptolemaic kings arose، بدأ يظهر على الساحة او على السطح. Ptolemy the sixth went to Rome seeking for the help against his brother، قالت لهم يعني الحقوني. In 163 BC he returned to Egypt or to Alexandria، تدخلت روما وقالت طب خلاص احنا ايه يعني يا جماعه حبوا بعض وكل واحد ايه يمسك كده ايه جزء ويحكمه. فقالت ان بالاخ الاكبر اللي هو بطليموس السادس يحكم مصر وقبرص، وبطليموس الثامن باعتباره الاخ الاصغر هو يحكم سيرينايكا، فاكرين سيرينايكا اللي هي منطقه او اقليم شمال ليبيا. The Roman senator suggested to divide the Ptolemaic empire between the two brothers، هي تتقسم. Ptolemy the eighth Philometor he became the king of Egypt and Cyprus and his younger son brother Ptolemy the eighth would be the king of Cyrenaica with the south the north part of Libya now. الطرفين الحقيقة كانوا بيحاولوا دايما بشكل كبير جدا ان هم يستدروا عطف روما، لان روما كانت بدأت بقى تفرض سيطرتها على السياق على الساحة السياسية، بدليل سنة 155 قبل الميلاد بطليموس الثامن عمل حاجة عجيبة جدا اللي هو حقيقة كتب وصيته وقال ان هي كانت نوع من انواع الدعاية السياسية، واعلن ان هو لو مات من غير وريث تؤول اقليم قرينة الى روما وليست الى اخوه بطليموس ايه السادس. هو كده عمل وصية وقال يا جماعة انا لو مت ما عنديش وريث قرينة تروح لايه لروما. In 155 BC Ptolemy the eighth wrote his will، كتب وصيته، in which he promised Rome وعد روما to leave the kingdom to the Romans after his death in the case of not having an heir، في حالة ان هو ما عندوش ايه ما عندوش وريث على العرش. في سنة 163 قبل الميلاد بطليموس السادس أصبح هو الحاكم الأوحد لمصر من غير أخيرا أخوه كشريك ليه، وكان عنده تقريبا 23 سنة. بطليموس السادس كان بيحاول يتودد للمصريين، فهو دايما أولا عمل كده مرسوم أعفى فيه بعض الناس عن الكثير من الجرائم اللي عملوها. يبقى he ruled from 163 BC as an independent king without an other without being a co-regent with his brother. He issued a royal decree، أصدر مرسوم ملكي to exempt certain people، إن هو يعفي بعض الناس who were accused of crimes، إن هو accused of crimes يعني كانوا متهمين ببعض القضايا. عمل حاجة تانية، he visited the temples of Memphis and presented offerings there، زار ممفيس منطقة ممفيس وقدم القرابين. هو كان بيحاول بقى يقدم صورة ان هو الملك الفرعون المصري الحاكم المصري حاكم مصر حاكم مصر العليا والسفلى بالشكل المصري التقليدي. He presented himself at a pharaoh and tried to gain the support of the temple priests، هو كان بيحاول يوصل او يتودد دائما للكهنة، يعني حاجة كده خارج الاطار. يعني بطليموس السادس هو ممثل على معبد كومومبو اللي يقال في كتير جدا يقولوا انه جزء كبير من انشاء او بداية انشاء المعبد بيرجع لهذا الملك، وهو هنا مصور ما بين نخبة ووجد الى هاتي مصر العليا والسفلى، وطبعا هو ظهر هنا بالشكل المصري التقليدي متوج بالتاج المزدوج. ففي الفترة ديت
هو سنة 153-152 قبل الميلاد بطليموس السادس عين ابن ليه، يقال ان هو اسمه ايو كارتر to be his regent، يعني ان هو يبقى معاه على الحكم، ولكن هذا الابن توفى بعد فترة قصيرة، فعين ابنه الثاني اللي هو بطليموس الثامن نيوس فيليوباتر علشان يبقى ايه ابنه ويبقى شريكه على الحكم، وبرضه هذا الابن كان مجرد ايه طفل صغير. In 153 or 152 BC, Ptolemy VI appointed his elder son, who was called Eupator, to be his co-regent or his regent, إن هو يبقى شريك معاه على الحكم. However, the son died after a short period of time. After that, Ptolemy VI appointed his second son. What is the name of the second son? Ptolemy VII, Gnaeus Philopater, to be his co-regent, and was only as a small child. أخيرا انتهى حكم بطليموس السادس بموته سنة 145 قبل الميلاد، وأصبح بطليموس السابع هو الموجود على عرش مصر، وحكمت معاه كليوباترا الثانية اللي هي ايه اللي هي والدته. 145 BC بطليمي the sixth died. His son بطليمي the eighth named Philopater. Ptolemy the seventh, Gnaeus Philopater, got access to the throne, and he was a small child. Therefore, he ruled as a co-regent with his mother, Cleopatra II.